الحلقة بتاعت النهاردة حلقة مهمة جدا، لكن في نفس الوقت بسيطة جدا جدا جدا. وصعب في الزمن دوت انك تلاقي حاجة مهمة وسهلة في نفس الوقت، انت فاهم؟ فركز معايا في الفيديو، مهم جدا. لو ركزت معايا الثلاث دقايق دول هتتعلم اشهر واهم تعبير في اللغة الانجليزية. Ladies and gentlemen، النهاردة هنتعلم there is and there are in English. Let's get started. There is and there are معناهم في اللغة العربية الفصحى يوجد، يعني مثلا عاوز اقول يوجد فندق في هذه المدينة، او بالعامية يعني في فندق في المدينة دي. يبقى there is و there are معناها يوجد، او باللغة العامية بتاعتنا في. طيب قبل ما اشرح الفرق ما بين there is و there are، خلينا اقولك ان الحلقة بتاعت النهاردة هتبقى منقسمة لشرح there is و there are في الجمل الإيجابية اللي هي البوزيتيف سنتنسز، وهنشرح there is و there are في الأسئلة، يعني ازاي تسأل بيهم، يعني تقول هل يوجد او هل في، وكمان هنشرح النفي بتاع there is و there are اللي هو مفيش او لا يوجد. اشرح لك الاول الفرق ما بين there is و there are. زي ما انا وعدتكم، there is بنستخدمها مع الاسماء المفردة يعني حاجة واحدة، و there are يعني اكتر من حاجة. يعني مثلا لو انا عاوز اقول، لو انا هقول بالانجلش there is a hotel in this city، hotel ده فندق واحد، فانا بقول يوجد فندق في المدينة دي، او في فندق في المدينة دي. لكن لو hotel حطيت عليها اس وبقت جامعة بقت فنادق، هتبقى ايه؟ there are hotels in this city. طيب مثال تاني، مثلا لو عاوز اقول في مصر مدرسة واحدة، ده فرضا يعني، فهنقول ايه؟ there is one school in Egypt. تاني ليه انا استخدمت is؟ عشان خاطر انا بتكلم على مدرسة واحدة، there is one school in Egypt. طيب لو انا عاوز اقول في مدارس كتير او عديدة في مصر، هقول there are many schools in Egypt. خد بالك ان there is و there are ليهم اختصار. There is بتبقى there's و there are بتبقى there are. فممكن اقول there's one school in Egypt، وممكن اقول there are many schools in Egypt. ف there is الاختصار بتاعها there's، و there are الاختصار بتاعها there are. تعال بقى ننتقل على تاني حاجة وهي النفي. ازاي ننفي؟ موضوع سهل جدا، بقول there isn't و there aren't. يعني مثلا لو عاوز اقول مفيش مشكلة هنا، there isn't a problem here، او باللغة العربية الفصحى لا يوجد مشكلة هنا. وتاني isn't عشان احنا عندنا حاجة واحدة، يبقى there isn't. there aren't زي ما شرحنا في الجمل الإيجابية بتبقى مع الجامعة، بس ده النفي بتاع there are. there aren't ممكن نقول ايه؟ there aren't problems here. problems مشاكل بقى، فعشان كده استخدمنا ايه؟ aren't. there aren't problems here، مفيش مشاكل هنا. تالت حاجة واخر حاجة معانا، لما نحب نسأل، لما نحب نسأل كل بنعمله ان احنا بنعكس، بننفرت، بنجيب is في الاول و are في الاول، فنقول is there و are there، يعني هل يوجد. فخلينا نقول انك في the United States of America، في امريكا، وبتسأل واحد تايه في الشارع وعاوز تعرف هو في مطعم هنا، عاوز تسأل حد هو في مطعم هنا، او باللغة الفصحى هل يوجد مطعم هنا. فهتقول زي ما قلنا هنبتدي ب to be، هنقول is there، وده مطعم واحد، فمش هنقول are there، ده مطعم واحد. is there a restaurant here؟ طيب are there لو احنا مثلا ايه بنسأل على مستشفيات، عاوز اقول هو في مستشفيات. are there hospitals here؟ are there hospitals here؟ يبقى الموضوع سهل جدا، احنا النهارده خدنا الجمل الايجابيه والنفي اللي هو there isn't و there aren't، وكمان خدنا ازاي نسال واللي هو بنعكس وبنجيب is there و are there في اول السؤال. زي ما انتم شايفين الموضوع مهم جدا، لكن في نفس الوقت بسيط جدا، وانا متاكد انه اغلبكم ان لم يكن كلكم فهموا الموضوع او الحلقه. لو انت في حاجه لسه مش فاهمها، please leave a comment، سيب تعليق وانا هرد عليك بسرعه جدا جدا جدا. شير في الخير. thank you and wish you all the best. bye.